الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ومن سمعنا. هذا كتاب جامع بيان العلم وفضله، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر يرحمه. حديث 251. أخبرنا أحمد بن عبد الله مسلمة لما انتهينا منه ان بكاء الاسحار وظمأ الهواجر العالم ايوه 251 صحيح العالم خذ اخر السند احسن الله لك. نعم اخر شيء عن معاذ بن جبل عن رسول الله قال العالم امين الله في الارض. العالم امين الله في الارض. حدثنا ابراهيم بن شاكر. لا اسمح لي، احنا حتى لا نطيل على يعني لا نطيل في السند، يعني شوف فضيلتك عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم امين الله في الارض، اللي هو اخر ناخذ اخر السند وندخل على الحديث او اخر الاثر نقول عن الحسن في قوله كذا اخر شيء. نعم حتى لا نطيل عليكم في السند. نعم نعم عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم أمين في الأرض. العالم أمين. أمين في الأرض. نعم. أمين الله في الأرض. أمين الله في الأرض. نعم. هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما نتأمل في الأحاديث بصورة عامة نجد أن الصحابي يروي في غالب أحاديثه ما ميز به، فالنبي لما قال وأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، فتجد دائما أنا أريدك تتأمل في الراوي وفي موضوع الحديث، تجد أن الحديث يؤثر كثيرا على أخلاق الراوي. تأتي في الرقاق تجد مثلا فيها من الرواة، مثلا تلقى فيها عبد الله بن عمر انه كان متاثر جدا بالعباده وكثرتها، تجد ابا هريره. تاتي في الفتن تجد من حذيفه رضي الله عنه وارضى. تاتي في احاديث العلم تجد ابا الدرداء، تجد معاذ بن جبل. فتجد ان غالب الاحاديث تؤثر على ما كان يتميز به الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضى، ومن هنا تستطيع ان تسبر غور مميزات الصحابي من خلال الأحاديث التي يرويها. معاذ بن جبل كما جاء عنه من أعلم الناس في الحلال والحرام رضي الله عنه وارضاه، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام العالم أمين الله في الأرض. وقلنا هذا الحديث حديث باطل موضوع، لكن لا يمنع أن صح أن العلماء ورثة الأنبياء، وأخذنا كثيرا من فضل العلم وأهله لما درسنا كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله. نعم. وعن الحسن في قوله تعالى الحسن البصري رحمه الله. نعم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة، قال العلم والعبادة في الآخرة حسنة. وعن سفيان وعن الحسن في قوله أيوة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. قال الحسن في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة في الآخرة الجنة. ممتاز. هذا من تفسير بالمأثور، والتفسير بالمأثور ينقسم إلى تفسير القرآن بالقرآن كما في كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين رحمه الله. النوع الثاني التفسير القرآن بالسنة، وهو غالب ما تجدون فيه كتفسير البغوي، كتفسير الإمام ابن كثير، كتفسير شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. النوع الثالث في التفسير بالمأثور تفسير القرآن بأقوال سلف، يعني من الصحابة والتابعين. الحسن البصري من التابعين رحمه الله، فيأتي لهذا فيقول في قول ربنا عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحسنة في الدنيا العلم العلم وإيش؟ العلم والعمل، ولذلك هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. والحسنة في الآخرة هي الجنة. وهذا لا يمنع أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نقول نكرة في سياق جملة طلبية تفيد العموم، لكن هو نظر إلى أعلاها وأعظمها وهو إيش؟ العلم
والعمل، ولا سيما إذا كان العلم علما سلفيا، وإذا كان العمل على منهج الكتاب والسنة. يعني نأخذ العلم وعلى من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ثم نظر وفي الآخرة حسنة، وتدخل فيها كل عموم الحسنات، وأعلاها لا شك هي دخولك الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. والنظر إلى وجه الله الكريم، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك كان هذا الذكر وهذه الآية من السنة أن تقال في الطواف بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني الحجر الأسود، تردد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. لا، ما وردتش، إلزم ما هو وارد، فقط الآية أن تقول ما بين هذين الركنين، لأنها خصها، لأنها خصها الدليل هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.